بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل ثبت حديث في أن النبي نهى عن الصلاة داخل الكعبة؟ لم يثبت في ذلك خبر، بل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة بين العمودين المقدمين كما رواه بلال رضي الله عنه. هل هذا الدعاء يصح؟ ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. هذا الدعاء له ما يخالفه، ففي دعائنا في الوتر وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت. وفي حديث في البخاري تشكك راوي في إحدى فقراته: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هل تصح الصلاة بين العمودين في المسجد أم أنها لا تجوز؟ تكره لغير الحاجة، تكره لغير الحاجة. كان الصحابة يكرهون الصف بين السواري، قال بعض العلماء: لما تحدثه السواري من قطع؟ لكن الصلاة لا تبطل، وإذا كانت ضرورة انتفت الكراهة، والله أعلم. يقول الأخ السائل: إنه يأتيه شيء يشككه في العقيدة، ماذا يفعل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، فقيل له: يا رسول الله، أحدنا يجد في صدره ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك محض الإيمان. وفي رواية: أي كتمانه محض الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فاكتم ما في صدرك ولا تحدث به أحدا. ومن ثم جاءت فضيلة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أكثر منها، بارك الله فيك. حديث: من أكل لحم جزور فليتوضأ. هل هذا عليه كافة أهل العلم؟ لا، بل ولذا قاله الرسول. نعم، قال الرسول ذلك، لكن يبقى النظر: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ لأن وضوءك نقض، أو أنه أمر للاستحباب؟ هذا وجه. الحديث ثابت. هل نسخ هذا الحديث أم لم ينسخ؟ بعض العلماء يرون أنه منسوخ بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترك الوضوء مما مست النار، لكنه حديث معلول. لكن على أي حال، إن توضأت احتياطا فلا بأس، لكن جمهور العلماء يقولون الوضوء على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا رأيت شيئا أعجبني، هل أقول ما شاء الله أم أن هذه اللفظة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الوارد عن رسول الله: هلا بركت، هلا دعوت بالبركة، لكن كلمة ما شاء الله تحمل معنى التبريك أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الآية ففيها أنك تقول: إذا كنت أنت الموسر، لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ومعنى كلمة ما شاء الله يتحمله المقام، يعني إذا رأيت شخصا وسيما وسامة زائدة قلت ما شاء الله، معنى أن هذه الوسامة أمر شاءه الله وقدره الله سبحانه وتعالى، ففيها ثناء على الله أيضا. حديث: من قرأ قل هو الله أحد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد، كتبت له 40,000 حسنة، لا يصح. هل ثبت أن النبي حاول الانتحار في بداية الوحي؟ لم يثبت ذلك، بل البخاري أورد ذلك مضاعفا له، لأن البخاري رحمه الله تعالى ذكر حديث بدء الوحي مطولا في كتاب التعبير، في كتاب الرؤيا من صحيح. فلما جاء عند هذه الفقرة قال الزهري: فيما بلغني أن الرسول
ذهب إلى شاهق كي يلقي بنفسه أو بلفظ قريب، فتبدى له جبريل فمنع. فالبخاري قال: قال الزهري فيما بلغني. فالبخاري ينبه على ضعفها. فالجهل من آل هذا الزمان يطعنون في البخاري لإرادها. البخاري أتى بالفقرة ضمن الحديث المطول وبين ضعفها بقوله قال الزهري فيما بلغني، فكان حقا له أن يشكر لكونه بين علتها التي في السند، لكن القوم لا يعقلون عياذا بالله من قلة عقولهم. حديث من أدى زكاة الفطر قبل الصلاة هي زكاة مقبولة، ومن أدىها بعد الصلاة فهي صدقة، لا يثبت مرفوعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شخص يقول: الله وقف بجنبي في المشكلة الفلانية، لا يستعمل هذه اللفظة، لا يستعمل هذه اللفظة، هي يعني عفوا مراده محمود، أن يريد أن يقول أن الله أعانني، أن الله أعانني، لكن اللفظة ليست بواردة والله أعلم. يقول: قد تحدثتم عن العفو، ولكن إشكاليتي أني مع كثرة هذا العفو يستخف الناس بنا. لا شك أن كل مقام له مقال، فهناك تقييد عام العفو أقرب للتقوى، ولكن أحيانا يثنى على المؤاخذ الذي عاقب الظالم. قال تعالى في آية من سورة الشورى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم النخعي وغيره: كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا، كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. فهب أن هنا عدو صائل يمشي يضرب هذا ويسفك دم هذا ويسرق مال هذا ويعاكس بنت هذا، هل أقول له كل مرة عفى الله عنك؟ فهذا في غير محله. لكن حينئذ إذا تصديت له ومنعته من ممارسة ظلمه، فأنا حينئذ انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ظالما تمنعه من الظلم. فكثيرا ما يكون الانتصار في محله، كثيرا ما يكون الانتصار في محله والله أعلم. يقول لي أخت تؤذيني وتوصل كلامي لأقاربي ثم ينهرونني بالكلام دون أن يسمع مني، كيف أتعامل؟ اعتزل قدر استطاعتك إلا من خير. لكن عندنا أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي رحم أصل ويقطعون، وأعفو ويسيئون، وأعطي ويمنعون، قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. هل يجوز للمرأة أن تعطر ابنتها الصغيرة وتحملها وتخرج؟ المعنى تحقق، النبي نهى المرأة أن تخرج متعطرة، قال فريق من العلم: حتى لا ينظر الرجال إليها. بارك الله فيه. هل يجوز أن يعاق عن طفلين بشاتين كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع حسن وحسين؟ ذاك ضعيف الإسناد الذي فيه أن النبي عاق عن الحسن بشاء وعن الحسين بشاء، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصحيح شاتان عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاء والله أعلم. طيب، طبيبة مسلمة تقول تفرق بين السقط الذي عمره 40 يوما والسقط الذي عمره 45 يوما، فتقول إن الذي عمره 40 يوما يكون دم المرأة دم استحاضة، فتصلي وتصوم،
والذي عمره 45 يكون سقطا. كلام الأطباء غير معتمد في هذا، لأن الأطباء يبنون أن نفخ الروح يكون بعد 42 يوما، وجمهور سلف الأمة، وكان أيضا كانت هذه المسألة مسارة أيامين في من الأطباء أيضا، جعلوا حديث ابن مسعود الحكم في ذلك: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك مثل ذلك، يعني بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح بعد 4 أشهر. فالأحكام الفقهية تترتب على هذا، الأحكام الفقهية تترتب على حديث ابن مسعود. أما ما يذكر عن بعض الأطباء من نفخ الروح في 42 يوم، فيقال لهم إن نفخ الروح أمره نسبي. فإذا قلت أنت الحيوان المنوي نفسه هل فيه روح أو ليست فيه روح؟ الحيوان المنوي فيه حياة، فيه حياة أو ليست فيه؟ فيه حياة باعتبار، لكن الاعتبار الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية من الديات ومن الإجهاض ومن غير ذلك تنبني على نفخ الروح الذي بعد 120 يوما. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. يتكرر الأمر أو القول في مسألة عذاب القبر، وقد تقدم الكلام عليه باستفاضة، فأقول قد يكون شخصان أمامك في الدنيا، شخصان نائمان، أحدهما يرى رؤيا مزعجة غاية الإزعاج، يرى أن جسمه يقطع وأن حياته طارده، والآخر يرى أنه ينعم وأنه يأكل أطيب الطعام والشراب، وكلاهما بجوارك وأنت لا تشعر بهذا ولا بذاك. فتقدم الكلام باستفاضة في هذا الصدد، وصدقنا ما قاله الله في كتابه وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والله أعلم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.